الساعة 12 هترجع 11 تاني، موعد بدء التوقيت الشتوي 2024 في مصر. كتير من الناس بتسأل دلوقتي امتى هيبدأ التوقيت الشتوي في مصر لسنة 2024. التوقيت ده بيكون معناه اننا بنأخر الساعة 60 دقيقة، يعني الساعة بدل ما تكون 12 بالليل هتبقى 11. الموضوع ده بيحصل كل سنة بعد ما بيخلص التوقيت الصيفي اللي بدأ من آخر جمعة في شهر إبريل. حكومة السنة اللي فاتت وافقت على قانون بيرجع نظام التوقيت الصيفي والشتوي عشان يساعدوا في توفير الطاقة. القانون ده بيخلينا نزود الساعة ساعة واحدة في الصيف عشان نستفيد من النهار، ولما يجي الشتاء وساعات النهار بتقل بنرجع الساعة تاني ونبدأ في التوقيت الشتوي. في شائعات كانت بتقول إن الحكومة هتلغي التوقيت الصيفي، لكن الحكومة نفت الكلام ده وقالت ان التوقيت الصيفي مستمر زي ما هو لحد اخر جمعة في شهر اكتوبر. فاللي بيسأل امتى نبدأ نأخر الساعة، ده ان شاء الله هيكون في يوم 28 اكتوبر الساعة 11:59 دقيقة بالليل، وهنأخر الساعة 60 دقيقة عشان نبدأ التوقيت الشتوي، يعني من اخر جمعة في اكتوبر التوقيت الرسمي في مصر هيكون متأخر ساعة عن التوقيت الصيفي، وده على حسب كلام الحكومة عشان يوفر أو يقلل من استهلاك الطاقة ونستفيد من النهار الطويل في الصيف. ولكن أنا عندي وجهة نظر يعني قد تكون غير صحيحة، تحتمل الخطأ أو الصواب، إن الصيف في مصر ملوش علاقة بالصيف في أوروبا. سمعنا الكلام ده من خبراء كتير، الصيف في مصر مختلف عن الصيف في أوروبا. عندهم في أوروبا مثلا بيعملوا التوقيت الصيفي ده عشان يعني يستفيدوا من أشعة الشمس، إنما احنا عندنا يعني طول ما احنا بنزود في أشعة الشمس احنا بنزود يعني استهلاك التكييفات، فالأمر مختلف تماما يعني في مصر عن باقي الدول. فأنا رأيي إنه يبقى في مثلا مسؤول يطلع يقنعنا إن التوقيت الصيفي فعلا مفيد. الواحد يعني هيقدر إنه في مسؤول بيفهم المواطن البسيط ما فائدة التوقيت الصيفي في مصر.